الله اكبر، ادي تاني في الليجس معانا هي. دينيس يا مسهل الحال يا رب. الله اكبر تلعب سبحه. اي ما شاء الله ما شاء الله. استفتحنا اهو. السلام عليكم يا شباب. بصوا احنا كنا واخدين اللانش دوت وطلعنا في رشيد في النيل في البغاز على اساس ان احنا نصطاد باذن الله قاروص ودنيس. كان للاسف المايه كانت صافيه في اليوم دوت، واحنا كان معانا دود مشرشر، كان المفروض ناخد معانا جمبري حي وسردين. الرحله يعني ما كانتش موفقه، ولكن السمك دخل بالليل، بس الجروب اللي كان معانا الناس ما رضتش تصبر على الايه على الليل ومشينا. حبيت بس نعرفكم المعلومه ديت للي حابب يجرب الموضوع ده، ان شاء الله ينجح معاك لو خدت جمبري حي. يلا الله يرزقك طبعا، وخدت شويه من الليل. دينيس رشيد يا جدعان، دينيس رشيد مع مع الموسيقار احمد عبد الرحيم. يا موسى يا موسى تعب عليا. ايه ده يا جماعه؟ حد يعرف ايه ده؟ الحمد لله يا رب. بس بتاخد الهري. ايه ده؟ عايز شيكاره؟ جبناها تاني. والله؟ والله تعالى هتعالج زياده. بس هتيجي ازاي بقى؟ ده كان حي على فكره وليه اعشاء. سبحان الله. اول مره اشوف حياتي. الله اكبر. الجمبري جمبري حي. روح يا حي كده على السمك يا حي حبيبي. انت مشغل الفيديو بس هي كفى يا جماعه. والله بتعمل الحي ده رب. ما شاء الله دنيسه محمله. الله يرزقك. تعالى يابا على مهلك. راح على طول بقى. خش. شوف الصلاة على النبي. أيوة يا حاج. كله بالع يا باي. دنيس بالع. وجبنا تعباء. تعباء. تعبان هياكلك. هاي. هياكلك من بطنك.